مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي والكاتب التركي السيد مصطفى اوزجان. اهلا بكم سيد مصطفى. بدايه، قاده تركيا وروسيا وايران يجتمعون في انقره لحسم ملف ادلب، كيف ترى الاجواء التي تعقد فيها هذه القمه؟ منظور تركيا، هناك تفاؤل هزع طبعا من هذه القمه الثلاثيه بين الاطراف الثلاثه، بوتين رئيس تركيا رجب طيب اردوغان وروحاني طبعا، ولكن الاعمال متوقفه بالنسبه لموقف السلطات الروسيه خاصه طبعا بوتين، على اساس لتركيا طلبات ملموسه من طرف روسيا وايران ان تكون هناك وقف واطلاق النار دائم، يعني ان يسود الهدنه دائمه فيما يتعلق بمدينه. ثانيا، تركيا ستتبع سياسة طبعا باب المسدود بالنسبة للاجئين الجزر الذين سينحدرون من مدينة إدلب، كما طبعا يواجهون الغارات الجديدة أو هجمات جديدة من جراء النظام السوري وكذا روسيا. إذا تركيا تريد أن تأمن حدودها، وكذلك أن لا تكون هناك تدفق جديد من اللاجئين نحو لكن كيف يمكن أن تسير هذه القمة في ظل تباين المواقف بين قادة الدول المشاركة؟ بالنسبة لتركيا طبعا مواقف معروفة، ولكن مواقف روسيا يعني متذبذبة، ليست معروفة أو معروفة ولكن متذبذبة كما ذكرت، لأنها هناك التزام ثنائي بالنسبة لروسيا طبعا. سوشي، هناك اتفاقية سوتشي بين تركيا وروسيا، ولكن هناك تحالف قائم بين روسيا وسلطات النظام السوري. لذلك لا نستطيع أن نستنتج طبعا مزاجية روسيا في هذه القمة، ولكن طبعا لديها علاقات متطورة مع تركيا، لذلك ستأخذ بعين الاعتبار حجم التبادل التجاري وكذا المواقف السياسيه بالنسبه لتركيا. اذا روسيا ستوازن بين مصالحها وبين طبعا اتجاهها نحو النظام السوري وكذلك مع تركيا. سيد مصطفى، في سياق الانباء التي تتحدث ان الجيش التركي ارسل تعزيزات لوجستيه الى وحداته على الحدود السوريه، هل تركيا باعتقادك مصممه على اتخاذ خطوه استباقيه لمخرجات القمة؟ بالنسبة لتركيا نعم، هناك خطة أصلا أو تراكب من جانب من كثير من المطابقين أن تركيا سترسل أطفال من الجيش التركي داخل اليابس السوري خاصة شرق الفرات، وطبعا هناك استمرار أيضا في تدفق الأسلحة إلى إدلب أو نقاط المراقبة في مدينة إدلب، وكذا هناك استعداد كامل بالنسبة لتدخل العسكري مفقط في شرق الفرات، إن طبعا تستنكف الولايات المتحدة الأمريكية من التعاون إيجابي مع تركيا. في هذه الحالة تركيا مستعدة للتدخل. النظام السوري، نظام بشار الأسد، روج خلال اليومين السابقين عن عودة النازحين للمدينة، مدينة خان شيخون، وهو ما كذبته المعارضة. كيف تقرأ ترويج النظام لعودة النازحين في هذا التوقيت؟ النظام يروج دائما، يروج بالنسبة لمدينة إدلب على سبيل المثال، يقولون نحن فتحنا ممر عام بالنسبة للذين يتسللون من أو ينحدرون من مدينة إدلب عندما طبعا يهاجمون إلى هذه المدينة، ولكن الناس لا يصدق النظام السوري، لذلك لا يأمنون جانبهم من هذا النظام، لذلك هذه أكاذيب. يعني هناك تجارب كثيرة على أن النظام يكذب واحدة تلو الأخرى، هذا دائب النظام دائما. السيد مصطفى أوزجان الصحفي والكاتب التركي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.